معارك عنيفة تشهدها مدينة الدريهمي بعد دخول قوات لواء العمالقة مركز المديرية. وافدت مصادر عسكرية في اللواء عن اقتحام العمالقة للأجزاء الشرقية من المدينة والسيطرة على مدرسة الزهراء ومنطقة السنترال. فضل الله تعالى وفضل الويه العمالقة تطهير مركز الدريهمي بالكامل شمالا وجنوبا، وتم التمشيط عليهم. التقدم العسكري في الدريهمي يسير بشكل بطيء، وذلك يعود وفق المركز الإعلامي للعمالقة إلى الحرص على تجنيب المدنيين أي خطر، حيث نشرت ميليشيا الحوثي الكثير من القناصين فوق أسطح المنازل والمساجد داخل المدينة. الاشتباكات العنيفة جعلت سكان الدريهمي وسط نيران ميليشيا الحوثي وبلا حماية من التحالف، مما أدى إلى علوق مئات الأسر التي لم تستطع وفق مصادر إعلامية مغادرة منازلها بسبب انتشار قناصة الحوثي. أكثر من إغاثة وجهت لإنقاذهم، إلا أن سكان الدريهمي لا مجيب لأصواتهم رغم الدعوات التي طالبت بالتدخل السريع لفتح ممرات آمنة لإخراجهم من جحيم الحرب. واكتفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإعراب عن قلقها من مصيرهم المجهول وسط حرب بلا أفق.